متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لـ24 ساعة القادمة. تبقى عموم مناطق المملكة ضمن تأثير أحوال جوية غير أو أحوال غلط. أنا بدي أرجع عيد، كيف غير مستقر؟ متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لـ24 ساعة القادمة. تبقى المملكة تحت تأثير أحوال جوية مستقرة بشكل عام في أغلب المناطق مع حدوث ارتفاعات على درجات الحرارة. هذه الليلة تكون الأحوال الجوية في العاصمة الرياض مستقرة عموما، درجة حرارة صغرى فقط 14 درجة مئوية، وهي أدفأ بكثير مما كانت عليه الأحوال الجوية خلال الليالي الماضية، مع أجواء غالبا صافية بوجه عام. أما نهار يوم غد فيتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتأثر بعض المناطق الغربية للمملكة ببدء لحالة مطرية ناتجة عن تقدم منخفض جوي إلى منطقة بلاد الشام، وفي ساعات الليل تزداد فرصة الأمطار على بعض مناطق السواحل الغربية بما فيها سواحل المدينة المنورة بمشيئة الله تعالى، والتي قد تصل أيضا في ساعات متأخرة من الليل إلى بعض سواحل ينبع ورابغ جنوبا، وربما أيضا مع ساعات نهار يوم الجمعة تصل هذه الأمطار إلى مدينة جدة. أما في ساعات النهار فتكون تقريبا الأجواء مستقرة في عموم المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى الليلة القادمة نبدأها شمالا من سكاكا 21.7 عرعر كذلك أمر، وأيضا تبوك كذلك أمر 21.7 درجات مئوية. بانتقال إلى المناطق الغربية، مكة المكرمة 33.22، جدة 31.23، المدينة المنورة 27.15، وفي الطائف من 24 درجة مئوية في ساعات النهار، تهبط ليلا إلى 15 درجة مئوية. جنوب غرب المملكة أجواء مستقرة، أبها 25.11، الباحة 20.15، وفي جزائر من 28.23 درجة مئوية، وفي المناطق الشرقية في الإحساء تحديدا 27.14، الدمام 26.14، وفي حفر الباطن من 27 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تهبط الصغرى الليل إلى حوالي 14 درجة مئوية. في المناطق الوسطى من المملكة ختام هذه الجولة، الرياض 27.15، بعض الأتربة المثارة محتملة نهار يوم غد، القصيم بريدة تحديدا 27.15، وفي حائل 23 إلى 8 درجات مئوية. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب أو حتى زيارتنا على الموقع الإلكتروني arabiaweather.com ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء. Oh, oh, oh.